رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدة بما تحقق من إنجازات حضارية بارزة في ظل المسيرة التنموية الشاملة. وأعربت معاليها عن عميق التقدير والامتنان لتفضل جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه بتهنئة المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة السعيدة، وحرصه المستمر واهتمامه الدائم وتوجيهاته السامية في دعم وتطوير كافة الخدمات للوطن والمواطنين، ومشيرة بأن التهنئة الملكية من جلالة العاهل المفدى والشكر والتقدير إلى فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، هي وسام رفيع ودعم كبير ومسؤولية وطنية مشرفة تسهم في تحفيز كافة الجهود المخلصة في فريق البحرين وأبطال الصفوف الأمامية.